رشا، ضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، وهو كيف مريض السرطان بيقدر يهتم بصحته، وخصوصا بنشوفها بحالات العيد. كتير من المرضى بيكسروا كتير قواعد صحية، ومنهم مريض السرطان يلي ممكن هذا الشيء ينعكس على صحته. بصير خلل وهذا الشيء بيأثر على صحتهم بشكل كتير مباشر، بيقولوا يومين وبيمضى. المجاملات بالعيد بتعمل اشياء كتير سلبية، خاصة على الاشخاص اللي عندهم امراض. بنجامل بقطعة حلو من هون، بنجامل بوجبة جاهزة من هون، فبنلاقي بعد العيد حالنا انه رجعنا لورا بالحالات المرضية للاشخاص اللي عندهم هي الحالة. اليوم ضيفنا شو حيخبرنا؟ اكيد ضيفنا اليوم رح نحكي معه كيف ممكن يوم مريض السرطان يهتم بصحته، وكثير من الامور الشائعه حول هذا المرض. وبيسعدنا نرحب بالدكتور حسن عبد القادر الحسن، اختصاصي في علاج الاورام ومدير مركز الامل الطبي التخصصي. يسعد صباحك يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. صباح الخير دكتور. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اسم المركز لحال هو لازم يكون اهم اساليب العلاج، 100%. لأنه دائما بيقولوا المريض إذا ما عنده هي الثقة برب العالمين وبأنه بكرة ممكن يكون له شفاء، وكانت كتير شخصيته قوية، أحيانا النفسية هي اللي بتوصله للنهاية. تماما والله، الأمل هو يعني نقطة كتير مهمة بنقدر نحن كأطباء نشتغل من خلالها، لأنه هي دافع وبنفس الوقت محفز لكل إنسان أنه دائما بنهاية هذا الطريق في أمل بالشفاء، في أمل بالحياة، في أمل بالسعادة. هاي قصة كتير مهم أنه نشتغل عليها، وتشتغل على العامل النفسي اللي هو من أهم نقاط العلاج، وخصوصا عند مرضى السرطان أو اللي عم يتابعوا علاجهم، أو حتى اللي خلصوا علاجهم وحابين يرجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. ورجعوا عاشوا حياتهم في نسبة الحمد لله حلوة. طبعا الحمد لله، دائما النسب بقول أنا أنه نحن كاختصاص، يعني سوري لهالكلمة، مظلومين إعلاميا. قد يندرى أنه مثلا فلان صار معه مرض سرطان وتعب فيه، ولكن بالمقابل ما بندرى انه في 20 او 30 مريض مقابله شوفوا يوم من مرضى السرطان ورجعوا لحياتهم الطبيعيه وعم يمارسوا حياتهم. اللي عم اكد لك على فكره الامل والنفسيه، لانه شفنا حالات كثير يعني وصلت للموت بسبب حالتها النفسيه اللي كثير كانت سيئه. مهم جدا، شفنا حالات نفسيتها الحلوه وايمانها بقدرتها انه هي رح تتجاوز هاي المحنه قدرت تقطع. اهلا وسهلا دكتور. دكتور، المرض السرطان بشكل عام يمكن الخوف بيكون انه ما في علاج موحد يعني مثل باقي الامراض، انه اذا اخذناه منطيب، عشان هيك بيكون في شيء اسمه كورسات علاجيه، ودائما بتركزوا الدكاتره حضراتكم المختصين بهذا المرض على المناعه، بتعتبروا السلاح الاهم بالدفاع عن الجسم. كيف ممكن اليوم مريض السرطان يعزز هي المناعه عنده؟ مهم جدا اولا انه نعرف انه هناك ليس مرض واحد للسرطان، بل هي أنواع متعددة وكثيرة، ولا تعتمد فقط على أنه وين بيجي السرطان أو العضو اللي بيصير فيه سرطان، لا، حتى هذا العضو فيه أنواع مختلفة من السرطانات، في منها بنسميه غدة الخلايا، شائك الخلايا، قاعدة الخلايا، كل نوع من هذه الأنواع له علاج مختلف عن الآخر. ولكن صحيح مثل ما ذكرتي أن المناعة لها دور أساسي في هذا الموضوع، أو الجهاز المناعي. تعريف السرطان هو انقسام غير طبيعي للخلايا بسبب غفلة الجهاز المناعي أو ضعف الجهاز المناعي، اللي هو بالعادة بيسيطر على هذا الموضوع وبيحدد طريق الانقسامات لكل خلية دونا عن الأخرى. عندما يغفل الجهاز المناعي تستطيع الخلية الورمية أن تزيد من عدد انقساماتها وتظهر بشكل كتلي أو بشكل إصابي في الدم أو بشكل انتشار لا سمح الله. غفلة الجهاز المناعي هي السبب الرئيسي. شلون نحن ممكن نعزز مناعتنا؟ لهذا المجال الكثير من النصائح، من أهمها الانتباه إلى أسلوب التغذية، أسلوب الحياة، الرياضة، الابتعاد عن التدخين. ولكن حتى كل هذه النصائح أحياناً لا تفي بالغرض ولا تستطيع أن تحمي الجسم من غفلة الجهاز المناعي. فهناك بعض المشاكل الوراثية، هناك بعض المشاكل البيولوجية أو التعرضية نتيجة طبيعة عمل معينة أو تعرض لغازات معينة أو مواد سامة، وهناك أيضا العامل النفسي. لذلك في الحديث اللي ذكرناه أنه العامل النفسي له أهمية جدا في ضبط الجهاز المناعي وفي تعزيزه وفي إعطاء القدرة على أنه يكشف هذه الخلايا ويقدر يسيطر عليها بكل مرحلة من مراحل المرض. حكينا هيك عن أهم شيء اللي ممكن يصيب جهاز المناعة،
في حال صار لا سمح الله يعني وصار في إصابة، تمام، شو هي أبرز المخاطر؟ يعني شو هو أكثر عضو ممكن يتأثر بضعف المناعة بالجسم؟ بصراحة كل أجهزة الجسم مرتبطة بالجهاز المناعي، لأنه مثل ما قلت لكم هي بس مو مسؤولة عن حماية جسمنا من الإنتانات أو الميكروبات، لا، هي مسؤولة أيضا على ضبط وتنسيق الانقسامات داخل الجسم على المستوى الخلوي. فلذلك كل الأعضاء في الجسم من جلد إلى كبد إلى طحال إلى رئتين إلى أي عضو آخر هي معرضة لمشكلة إذا صار في غفلة أو ضعف بالجهاز المناعي المسؤول عن تنظيم سير هذا الجسم. دكتور، من شوي مرق معنا تقرير عن مرض السكري والحميات اللي كانت فيه كثير من المعلومات، ومرض السرطان ايضا كثير شائع حوله انه المريض السكري سكر انه قطعه السكر حتى يعني في كثير شائع، ويعني هي مثل صاير معلومه عند الكل انه الخليه السرطانيه بتتغذى على السكر وحتى الابيضين، يعني عم نحكي كمان عن الملح. شو حقيقه هي المعلومات؟ الشائعات كثيره والمعلومات للأسف في بعض الأحيان مضللة، وهذه المعلومات ممكن أن تؤخذ من صفحات إنترنت أو من جوجل بشكل بحث غير نموذجي أو طبي، فمما يؤدي إلى ضياع أو بصراحة تلبك الإنسان لما يسألنا كأطباء أنه دكتور شو بدي أعمل بالسكر. هذا الموضوع بنسأل عنه تقريبا بشكل شبه يومي، أنه أنا دكتور قطعت السكر، حميت نفسي من السكر، أنا عم باخذ علاج، أو أنا عم بوقي نفسي في المستقبل. أكيد هناك عامل وقاي، ولكن هذه المعلومة ليست صحيحة. جسمنا بحاجة إلى السكريات مثل ما بحاجة إلى البروتينات والدهون والفيتامينات مثل أي عضو آخر أو مثل أي مادة أخرى بحاجة إلى تركيب الخلية. هلأ أكيد أنه أي شيء بيزيد عن حده بده يصير فيه له مضار، ولكن أنه أنا في علاقة مباشرة بين الخلية الورمية وبين السكر، هذا الكلام غير صحيح. الخلية الورمية تتغذى على كل أنواع المواد، سكريات، بروتينات، كربوهيدرات، شوارد، فيتامينات، بحاجة إلى كل هذه العناصر لحتى تقدر تكون نفسها. ما تفكروا أنه إذا نحن حرمناها من عنصر واحد سوف تتوقف عن النمو أو تتوقف عن الانتشار. بيستخدموا حرفيا مصطلح تجويع الخلية، جوعوها للسكر بتموت. بس يعني تجويع الخلية بس ما تجوعوها سكر، ممكن تجوعوها عن كل العناصر الثانية. طيب دكتور، هاي الفكرة اليوم ما أنا إشاعة، هاي فكرة عامة لكل المرضى، وكثير بنشوف أشخاص عندهم إصابة بيقول لك أنا قطعت السكر. مين اللي نشر هاي مو مزبوط على فكرة، هاي القصة الإنسان ما بيقدر يقطع السكر، مشان فهمكم هذا الموضوع. جسمه بيطلب أكيد، ويستطيع أن يحول بعض المواد إلى سكريات، فما تفكر إنك إذا قطعت السكر الأبيض بنحطه بكاسة الشاي وعم يعني إنه خلاص نحن قطعنا السكر. السكر بيجيك ممكن من الفواكه، ممكن يجيك من الخبز، ممكن يجيك من بعض المواد اللي حتى من الرز من البرغل، يعني هاي المواد تستطيع أن تشكل سكريات في داخل الجسم. فليس قطع السكر الأبيض فقط هو حل لمريض السرطان أو وقاية بالمطلق. أنا بآمن أنه في دور لاتباع حميات غذائية تكون مكتوبة من قبل أخصائي تغذية وبإشراف طبي طبيب المعالجة، يكون لها دور في حماية المريض وفي وقايته من بعض المشاكل. أكيد أنا مريض السرطان ما رح أسمح له أنه يأخذ وجبات جاهزة أو يأخذ مثلا والله عصائر مليئة بالسكريات مثل البيبسي أو مثل شغلات تانية. أنا ما بسمح له أنه يخبص بالأكل، يحط بهارات كتير، حد كتير، ملونات كتير، بس لا، كل شيء باعتدال. في شغلات أكيد نحن وقت منبلش علاج لمرضانا ننصحهم يبعدوا عنا، وفي شغلات بننصحهم يكتروا منا، بس ما منحرمهم من شيء. وهلأ نحن مثل ما قلتوا أنه جايين على عيد، ودائما بنسأل المريض أنه يا دكتور طب أنا ضيفوني قطعة حلو، والله أنا قاطع السكر، والله ضيفوني محلاية قاطع السكر، جاملنا بعض دكتور بصحن معمول بصحنين. أنا وقدامكم هلأ عم أقول لا أحرم من مريضي من شيء أبدا. المريض يستطيع تناول كل الوجبات الغذائية المنزلية المطبوخة معمولة بالإيد اللي ما داخل مواد مهدرجة، مواد صناعية، حتى الحلو إذا حب يأخذ قطعة حلو باليوم يفضل أنا ما عندي البيت. مانع، ما في مشكلة. أنا عم أقول كطبيب أورام أنه أنا ما عندي مانع أنه مريضي ياخذ قطعه حلو او ضيافي او كذا، بس اكيد ما يقعد لحاله على صحن الكنافي يطلع فيه يعني قطعه على ايه. هذا اللي عم نحكيه بالضبط، الاعتدال. يعني انت عم تحكي عن حبه، يعني عشان ما ينفهم الحديث انه أكيد. لا كله بشكل الاعتدال مريح. الاعتدال في كل شيء، مو بس السكر، في كل شيء. اعتدال في البروتينات، اعتدال في اللحوم، واعتدال بالاجبان والالبان، الاعتدال بالمكسرات، الاعتدال بالموالح، الاعتدال جميع النظام الغذائي تقريبا. طب دكتور
اليوم كل حدا مرتبط بدكتوره أكيد عم يعطي نصائح وإرشادات اليوم كيف لازم يتبع. في حال صار خلل والمريض تجاوز هي القواعد الصحية وبلش أكثر من الحلوب كان أو النشويات وراح للنظام الغذائي المفتوح، تمام، شو الآثار السلبية اللي ممكن تزيد إصابته أو يعني تخفف طريقة العلاج ومدة العلاج؟ 100%. أنا بهمني دائما نذكر هذا الموضوع أنه أنا في عندي عدة عوامل مؤهبة للسرطان. هذه العوامل هي ليست مثل ما بتعتقد معظم الناس أنه هو بس عامل وراثي، لا، أنا في عندي عامل غذائي، عامل تعرضي، عامل بيولوجي، عامل نفسي، وأيضا عامل مناعي مثل ما حكينا. هذه العوامل يجب السيطرة عليها بالكامل، مو بس أنا والله على عامل واحد بس، موضوع التغذية لازم أنا بس إذا حميت حالي غذائيا معناتها أنا حميت حالي من السرطان، لا، كل هذه العوامل مشتركة مع بعضها لازم ندير بالنا عليها. مثل ما قلت لكم، اتباع أسلوب صحي، رياضة، ابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن الكحول، الوجبات المنتظمة العديدة ولكن مانها كبيرة، الابتعاد فيها عن الملونات والمواد الصناعية، العودة إلى الطبيعة قليلا، خصوصا أنه نحن نحاول نعمل شيء بإيدنا، ما نأخذ شيء مثلا مبخوخ بالمبيدات الحشرية أو محطوط لمواد كيميائية مشان يكبر أو هرمونات مشان تكبر الـ يعني مثل ما بقولوا عرنوس الدرة أو مثلا البطيخة أو كذا، لا، ننتبه إلى الشغلات الطبيعية، لأنه كل شيء عما يدخل في زيادة حجم المادة الغذائية أو زيادة مثلا والله لونة أو تغيير لونة قد يكون له أثر على أجسامنا. الانتباه إلى الطبيعة والعودة إلى الطبيعة في التغذية مهم جدا. تمام دكتور، قبل ما نختم حضرتك بسؤال ختامي، بروتوكولات العلاج تختلف وتتعدد حسب نوع السرطان، اليوم في أمل؟ دائما نقول في الأمل موجود، شو الجديد اليوم اللي عم بيصير على صعيد علاج هذا المرض؟ اختصاصنا من أكثر الاختصاصات اللي بتصير فيها شغلات جديدة وبشكل شبه يومي. أكثر شيء عم نحكي عنه هلأ هو العلاج المناعي. العلاج المناعي وخصوصا يمكن دريتو بالميديا الآن أنه اكتشفوا علاج لسرطان المستقيم وكانت نسبة الشفاء فيه 100%، ولكن دراسة كانت قليلة على 12 مريض أو 18 مريض فقط. العلاج المناعي بدي فهمكم أنه هو علاج لا يستهدف الورم وما بيروح الخلية السرطانية بيقتلها أبدا، هو علاج يستطيع تعزيز الجهاز المناعي اللي جوات الجسم مقاوم. وبيمسكه من ايده وبيقول له هنيك في مشكله اذا بتريد روح حلها، يعني علاجنا وين موجود؟ داخل اجسامنا. ويستطيع هذا العلاج انه يساعد الجهاز المناعي في السيطره على الانقسامات الورميه والخليه الورميه وحتى قتل الورم داخل الجسم. مطبق بسوريا؟ مطبق بسوريا طبعا، وهو له زمان، والان الحمد لله بلشنا نعمل تحاليله ونعرف الجينات المسؤوله والطفرات المسؤوله ونعطي العلاج المناسب عليها ان شاء الله. تمام دكتور حسن عبد القادر الحسن، اختصاصي في علاج الاورام ومدير مركز الامل الطبي، شكرا لك. وقتنا خلص، بس بصح او خطا دائما المرض هذا بيجي وراثه؟ لا، بيجي على انزعال. بيقول العامل النفسي هو احد العوامل، يعني انه ممكن طبعاً ممكن العامل النفسي هو احد العوامل، يجب الانتباه الى هذا الموضوع. ما في شيء محرز، خلونا ريلاكس بعد اذنكم، يعني عليكم ما في شيء محرز. الله يحميكم يا رب. شكرا لحضورك، كثير الصحه والسلامه للجميع اكيد. امين يا رب العالمين. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك دكتور.